بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم. النهاردة بإذن الله تشابتر 3 في الداينامكس. تشابتر 3، تشابتر صغير يعني، هنبتديه النهاردة، يخلص النهاردة بإذن الله، ربنا يسهل ونقدر نقول كل الأفكار اللي عايزين نقولها بإذن الله. فاحنا هنبتدي بقى النهاردة بإذن الله تشابتر 3، تشابتر ظريف وجميل وفيه أفكار هتعجب الناس الشاطرة. يلا بينا نبتدي. احنا خدنا قبل كده تشابتر 1 و 2، 2 كان اطول تشابتر، تشابتر 3 صغير قوي، تشابتر 4 اطول شويه، ويخلص المنهج كله ونشوف. يلا مع بعض كده ندخل في الموضوع. موضوعنا النهارده ان شاء الله زي ما انت شايف كده قدامك على الكمبيوتر، امبلس اند كوليجن. امبلس اند كوليجن، طب كوليجن يعني تصادم، حاجتين تصادمها مع بعض. امبلس يعني ايه؟ ده اللي احنا هنقوله. شايفين يا اولاد الملاكم ده؟ ده انا راسم الصوره دي عشان عايز احكي لكم عنها حكايه كده. بصوا لي هنا، ايه الموضوع بقى دلوقتي؟ سيادتك لما بتشوف في الملاكمه الراجل بيضرب وبيرجع بسرعه، ليه بيرجع بسرعه؟ لانه خايف التاني يرد عليه الضربه، فبيعمل ايه؟ طب لو هو ضامن ان اللي قدامه دايخ وهو بيضرب، هتلاقي ايده فضلت شويه، زقت شويه. يعني عايز اقول لك حاجه، بص الفرق ده، لو انا عملت كده دي خبطه، طب لو عملت كده وزقيت بايدي، يبقى انا في فرق لما اخبطك وارجع بسرعه غير لما اخبطك وازقك. في حاله الدفعه دي او الزقه دي، الخبطه دي نفسها بتعمل دفعه، بتعمل ضغط على البادي، يبقى اذا بيحصل امبلس. بيحصل امبلس يعني دفع، انت دفعت واحد، لما اقول لك اعمل امبلس وانت زقيته، يبقى بالبلدي كده اسمها زقه، بيحصل زقه كده. الزقة دي قيمتها بتختلف على حسب قوة الفورس اللي خبطت، وايه كمان؟ والتايم اوف كونتاكت. لان انا لما كده وازق اكتر خدت تايم اكتر غير لما اعمل كده وارجع. يبقى عشان كده في الملاكمة الراجل بيضرب وبيرجع عشان خايف من التاني. لو هو ضامن ان التاني دايخ وهو بيضرب، ايده هتزق اكتر، يبقى الدفع اشد. يبقى الامبلس من الحدوته اللي انا بقولها دي بتعتمد على حاجتين، على الامبلس فورس والتايم اوف كونتاكت. طب اقول حاجه تانية، لو انا عندي بليه بتتحرك وجيت انا بايدي عملت كده دفعتها، يبقى في مومنتم بيتحرك، لما انا اعمل لها امبلس المومنتم يحصل ايه؟ يحصل تشينج في المومنتم، بدل ما كان ماشيه سرعه كده السرعه تزيد، والماس طبعا موجود، يبقى الماس، يبقى حصل تشينج في المومنتم، اهو الامبلس تشينج ان مومنتم. يبقى اذا احنا هنقول حاجتين من الجمله اللي انا قلتها دي، لما اقول لك الامبلس تقول لي حاجتين، اما اف تايم تي او تشينج ان مومنتم. يلا بينا، يلا يا حبايبي اهو. يبقى انا لما اقول لك الامبلس، او بص الخبطه، خبطه رجعت، بص الثانيه بقى تخبط سنه وبعدين ترجع تاني، خد التايم اكتر. تعالى بقى، يبقى انا قلت لك الامبلس حاجتين، الامبلس هرمز لها بالرمز اي، اف تايم تي ادي حاجه، او تشينج ان مومنتم ام في داش ماينس ام في. مومنتم اللي هو الماس في الفيلوسيتي، في داش يعني بعد الخبطه، في قبل الخبطه. طب لو انا عايز اتكلم على اليونتس، هتقول لي من اللي انت كاتبه قول اليونتس، اهو يبقى نيوتن سكند او داين سكند. طب ممكن واحد تاني يقول طب ما في حاجة تانية، ماس فيلوسيتي، يبقى كيلو جرام متر بير سكند. يبقى لما حد يقول لك اليونتس بتاعت الامبلس، حاجة من اتنين، يا نيوتن سكند يا داين سكند يا كيلو جرام متر بير سكند، جميل، او جرام سنتيمتر بير سكند. ده لو كانت الاف فاريبل بقى، هتقول لي الاف ايكوال ام ايه، جميل، الاف دي فاريبل، شيل الايه واكتب دي في باي دي تي، اعمل كروس مالتيبليكيشن. هنحط انتجريشن يمين انتجريشن شمال، وانت عشان ده الدي في يبقى من في نوت لفي، ده دي تي يبقى من زيرو لتي، يبقى ابتداء من دلوقتي طبعا ام هتتكتب عشان ده كونستانت، انتجريشن الدي في بفي، ولما اقول لك من في نوت لفي، وهنا دي زي ما هي. طب ما المنظر ده اهو، ده لما نعوض بفي وبعدين ماينس في نوت، طب ما ده اللي هو التشينج ان مومنتم،
انا عملت سبستيتيوشن بفي وفي نوت، طب ما التشنج المومنتم هي الامبلس، يبقى اذا الامبلس انتجريشن. يبقى انا عندي ثلاث قوانين يا اولاد للامبلس، ما فيش رابع، يا اما انتجريشن اف دي تي، يا اما اهو يقول القوانين الامبلس ثلاثه، اما اف تايم تي، اما ام في داش ماينس ام في، او انتجريشن. ده بستخدمه لو الماس فاريبل. طيب يلا بينا بقى، تعالوا كده واحدة واحدة. أول سؤال، امشي بقى معايا واحدة واحدة كده وفكر. بيقول ذا ماس ميجرد ان كيلوجرام والفيلوسيتي ميترز بير سكند، ذن ذا ميجرنج يونت اوف امبلس. يبقى الامبلس مين في الأربعة دول؟ على طول يبقى أنت هتقول امبلس حاجة من اتنين، يا إما اف تايم تي أو ام في داش ماينس ام في. اف تايم تي نيوتن سكند، هل يوجد هنا نيوتن سكند؟ اهي يبقى دي صح. طب هنا كيلو جرام متر بير سكند، هل يوجد هنا كيلو جرام متر بير سكند؟ لا، يبقى هي رقم بي على طول. الثانيه ذا امبلس از، الامبلس هو تشينج اوف فورس، تغير في الفورس، ولا انترفال ويتش ذا فورس اكتس اون ذا بادي، ولا التايم اللي الفورس بتاثر بيه على البادي، ولا تشنج في الفيلوسيتي، ولا تشنج في المومنتم؟ رد. ايوه اهو مكتوبه اهي، يبقى الامبلس هي عباره عن تشنج ان مومنتم. ممتاز. السؤال الثالث، عندنا اف 1 فيكتور اف 2 فيكتور، وقال لك الماجنيتيود بتاع الفورس بالنيوتن، وعندك هنا قال لك بادي يونت ماس، يونت ماس يبقى الماس ب1. طب ما انا طالما عندي اف 1 اف 2 نجيب الريزلتنت، هنعمل اف 1 بلس اف 2، اعمل 2 اي فور اي ب 6 اي و جي. النورم اف لما نجيب الماجنتيود هنعمل روت 6 سكوير 8 سكوير تطلع ب 10. هي الفورس اثرت لمده كام يا اولاد؟ هاف سكندز. يبقى الامبلس اف تايم تي، اف تايم تي يبقى هاف تايم 10، يبقى الاجابه ب 5. اللي بعده هنا بيقول كونستانت فورس اوف ماجنيتيود 24 كيلو جرام ويت اكتس اون ذا بادي، الماس بتاعه البادي ام كيلو جرام لمده 1 اوفر 49 سكندز، يبقى التشنج في الفيلوسيتي 3 مترز بير سكندز 250 كيلومترز بير اور. طبعا كل ده يونتس ملخبطه، في ممنوعات كتير هنظبطها. المطلوب في المساله عايز الماس، تقوم انت ببساطه الامبلس اف تايم تي ام في داش ماينس ام في. اف فين يا جميل؟ اهي، اوعى تقول لي 24 وبس احسن اضربك، تقول 24 تايم 9.8، التي ب 1 اوفر 49، ام ما اعرفهاش سيبها ام، في داش في الثانيه 54 بس دي كيلومتر بير اور، يبقى اعملها تايم 5 على 18 ماينس ام في الفي. من اللي انا كاتبه ده احسب، هتطلع الماس 0.4. ادي سؤال رابع. اللي بعده هنا بقى جايب لك جراف، جايب فورس وجايب تايم. طالما فورس وتايم وعايز الامبلس، انا ببص في الرسمة، هل الفورس يا ولاد فاريبل ولا كونستانت؟ فورس ده خط، الخط ده يبقى كونستانت. يبقى طالما كونستانت له اف تايم تي، الاف اهي قيمتها بكام هنا؟ 4. وبعدين التايم اهو من هنا لهنا، التايم ده من هنا لهنا 3، يبقى النتيجة تطلع 12. يبقى انا عندي اهو اللاين اهو ماشي كده كده، اهو اللاين ده اهو يا ولاد، اللاين ده، اللاين ده بادي من هنا، من اول هنا لغاية هنا، يبقى هنا دي 2، الرقم ده هو 2 اللي مش باين عندك، والرقم ده هو 5، يبقى من 2 ل 5 يبقى المسافة دي 3، والفورس اهي الفورس ثابتة 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 اهي، يبقى اللي هي قيمتها 4، يبقى 4 تايم 3 طلعت 12. جميل. اللي بعدها دي فورس وتايم، الفورس بتزيد وبعدين ثابته وبعدين بتقل، يبقى الفورس فاريبل. طب الامبلس يبقى انتجريشن على طول، طالما فاريبل انتجريشن من فين لفين؟ من 0 ل 40.
طب الرسمه دي، طب انا عجيب، هل عندي ايكويشن للفورس؟ هل عندي ايكويشن لللاين ده؟ لا. طالما ما عنديش ايكويشن يبقى انا اعمل الانتجريشن، هي عباره عن الاريا. الاريا الكيرف ده اهو، الاريا دي يا اولاد، الكيرف ده كله، كل الكيرف ده، ده شكله ايه يا حبايبي؟ ايوه برافو. هتقول لي الكيرف ده هو عباره عن ترابيزيوم، ده ترابيزيوم. طيب لما اجيب الاريا بتاع الترابيزيوم هتقول لي هاف بيس 1، بيس 1 اهو 40، بيس 2 اهو المسافه دي ب 20، من هنا لغايه هنا 20. الهايت الارتفاع ده، الارتفاع ده زي ما انت شايف هنا 100، احسبها تطلع الاجابه ب 3000. مساله نمبر 7 بيقول كاريج عربيه الماس بتاعتها 2.5 تونز خبطت في كونستانت بارير. بصوا يا ولاد هنا، انا لما اجي اقول لك، لو انت بصيت معايا هنا، انا عايز اقول لك حاجه في محطه القطر، اخر محطه في القطر في محطه رمسيس، تلاقي في النهايه عاملين صدادات كده، القطر بيقف في المحطه دي اخر حاجه خلاص ما فيش بعدها، فبيحطوا صدادات بسوسته جامده بحيث الراجل لما يدوس فرمله، لو الفرمله ما جابتوش او القطر اتحرك سنه يقوم يصد في الفرمله، يقوم الفرمله تدوس اللي هو السوسته ترجعه تاني. يبقى العربيه بتتحرك هتخبط، هيبقى في امبلس، الامبلس ده العربيه مش هتفضل واقفه لان في سوسته، فالسوسته تلزقها تانيه، يبقى في امبلس يمين امبلس شمال، والاثنين قد بعض لان الخبطه دي قد دي. طيب هو مديلك العربيه ماشيه 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 بسرعه معينه، هتخبط ريباوندد بسرعه تانيه، طالما رايحه راجعه يبقى في فيلوسيتي بالبوزيتيف، فيلوسيتي بالنيجاتيف، انت اللي تختار. لو اخترت الاتجاه ده بالبوزيتيف يبقى عكسه بالنيجاتيف. بس خلي بالك الامبلس بتاع العربيه على السوسته اللي موجوده دي، الامبلس في الاتجاه الفيلوسيتي اللي رايحه فيها، فانت لو واخد الفيلوسيتي بالبوزيتيف يبقى الامبلس بالبوزيتيف، اما الامبلس بتاع السوسته على العربيه بالنيجاتيف لان اتجاهها العكس. يبقى خدوا بالكم الاتجاه، العربيه بتزق كده اما الصدادات بتزق العكس. يلا كده، يبقى العربية ماشية بسرعة 5 هتخبط هنا وبعدين ريباوندد بسرعة نيجاتيف 2. فبيقول لك بقى التايم اوف كونتاكت، العربية دي لمست الصدادة دي لمدة 1/20 seconds. بصوا طالب ايه؟ طالب الامبلس اوف ذا بارير، قال لك امبلس اوف ذا بارير، يبقى عايز الامبلس، يبقى دي بالنيجاتيف اكيد، يبقى انا هقول له الامبلس ام في داش ماينس ام في، ام اللي هي طبعا كان بيقول 2.5 تونز دي ممنوعات، يبقى 2500، في داش نيجاتيف 2 ماينس ام اللي هي 2500 تايم في ب 5، احسب طلعنا الامبلس، يبقى ده الامبلس بتاعت البارير بالرقم ده. طب ايه تاني طالبه؟ طالب الريزيستنس اوف ذا بارير. طيب يبقى عايز الامبلسيف فورس، يعني يبقى انا هقول له الامبلس ايكوال اف تايم تي، الامبلس عندنا، الفورس ما اعرفهاش، التايم ب 1 على 20 كروس ملتيبليكيشن، يبقى كده جبنا الامبلسيف فورس او الريزيستنس اللي هي نيجاتيف 35 او 350,000 نيوتن. طيب سؤال تاني، دي رسمه، الرسمه الكيرف اهو، معلش هو بطيء واضح مش واضح قوي، لكن جايب لك الفرصة اهي خلاص، يبقى انا مش محتاج الكيرف طالما جاب لي الايكويشن، وعايز يجيب الامبلس، بس الامبلس في الفيفث سكند، يبقى انا هقول الفورس فك البراكت ده هيطلع ثلاث حاجات، الفيرست باور 2 سكند باور 2 فيرست تايم سكند تايم 2 واجمعها على 1 تبقى ب 5. هنقول الامبلس في الفيرست 3 سكندز الاول، يبقى نمبر اي عايز الامبلس في اول 3 سكندز، يبقى من 0 ل 3، والاف عندنا اعمل انتجريشن عادي او بالكالكيتور تطلع 6. طب بعد كده الطلب الثاني يا اولاد، عايز الامبلس في الفيفث سكند، الفيفث سكندز يبقى من 4 ل 5، من 4 ل 5 شيل الاف ونكتب ده ونعمل من 4 ل 5، طلعت الاجابه. طيب
مسألة تانية برضو، تاني الجراف جايب لنا اف وتي، يبقى الاف دي فاريبل مش ماشية بنظام واحد. الطلب الاولاني عايز الامبلس الفورس في الفيرست سكند في تيب 1، يبقى عندي ال1 بالظبط. يبقى انت هتقول لما اجيب الامبلس من 0 ل 1 ده اريا، اريا بتاع تريانجل صغير اهو. لما انا ابص على الرسمه ادي الخط اهو يا اولاد بتاع ال1، يبقى ال1 الحته دي كده، هنطلع من هنا كده اهو الخط ده، ده يبقى الاريا بتاعت الشكل ده اهو، ده اهو ده تريانجل هاف بيس في هايت. الهايت ده اهو عند ال1 بكام؟ اللي هو ده، والبيس ب1. يبقى انا لما اقول لك هاف بيس تايم هايت يبقى هتطلع الاجابه الهايت ده جاي هنا في النص، هنا بالنص بالظبط. يبقى النص ده بين ال2 وبين ال3، يبقى ده اهي هتلاقي قصاد 2.5 والبيز ده ب1، فنقول له هاف بيز تايم هايت، طلعت الاجابه بالشكل ده 12. طب رجع بقى قال لو سمحت في دبل اي عايز الامبلس بتاعت الفورس في اول 5 سكندز، يا خبر ابيض، يبقى عايز التوتال اريا بتاعت الشكل ده، التوتال اريا بتاعت الشكل ده كله، كل ده الاريا بتاعت الشكل ده. طب ما الشكل ده ترابيزيوم، يبقى الاريا عباره عن هاف بيز 1 بلس بيز 2 تايم هايت، اهو بيز 1 ب 5، بيز 2 يا حبايبي ب 3، في الهايت اللي هي 5 احسبها، يبقى انت جبت الامبلس، جبت الامبلس. معلومه بقى مهمه، شوفوا يا اولاد، انا عايز اقول حاجه، بصوا لي هنا يا حبايبي. لو انا جيت قلت انا عندي قلم زي ده سبته يقع يخبط، لو القلم ده خدته كده حطيته زي ما انا سبته كده، يبقى الويت اللي هي الام جي هي بتساوي الرياكشن. طب لو خدت القلم ده سبته يخبط، لما بيخبط على الارض يبقى الرياكشن هل ايكوال ام جي بس؟ لا، ده في خبطه، في فورس خبطت، يبقى الاف بلس ام جي يدينا الرياكشن. يبقى انا لو بادي نازل وخبط على الارض يبقى في ام جي اللي هي الويت، وفي الفورس الامبلسيف فورس. طب ما تيجي نقول العكس، نفس البادي ده رميته لفوق، لما رميته لفوق هيخبط ويرجع. طب لحظة الخبطة في فورس بتخبط لفوق، هتقول لي الام جي لتحت والرياكشن لتحت، يبقى الرياكشن مع الام جي هتبقى ايكوال الفورس. طب انا عايز اجيب الرياكشن لوحدها، يبقى الفورس ماينس ام جي. هكتبها لك دلوقتي. الحالة التالتة لو دي فيرتيكال وبادي خبط، يبقى الفورس اللي خبطت ايكوال الرياكشن، يبقى الرياكشن قد الفورس بس. يبقى انا عندي ثلاث احتمالات عشان هيطلب مننا الرياكشن، اما هوريزونتال وبادي فولز يخبط عايزين نجيب الرياكشن، او حيطه سقف بتاع اوضه والبادي اترمى هيخبط يبقى في رياكشن، او فيرتيكال وحاجه اترمت هوريزونتال. يلا نكتب الثلاثه مع بعض اهو، 3 كيسز هم يا حبايبي، التلاتة هم. الحالة الأولى الرياكشن دي هتساوي الفورس اللي خبطت بلس الويت اللي هو الام جي. طب لو أنا بضرب دي لفوق يبقى الفورس لفوق الرياكشن والويت لتحت، يبقى الرياكشن ايكوال الفورس ماينس الام جي. طب لو هوريزونتال أنت خبطت كده والرياكشن كده، يبقى الفورس قد الرياكشن بالظبط، يبقى الرياكشن قد الفورس بالظبط. دول 3 كيسز خلي بالك منهم. ندخل على مساله نمبر 10. بول اوف ماس 1 كيلوغرام فولز فيرتيكالي اون سوليد هوريزونتال جراوند. يبقى انا عندي البادي نازله من فوق هتخبط في الارض، قال لك الامبلس ماجنيتيود 12 نيوتن سكند، يعني لحظة الخبطة في امبلس قيمته 12 نيوتن سكند. وبعد كده قال لك في تايم اوف كونتاكت مع الارض، يعني الرابر بول دي لمست الارض مدة 0.1 سكند وبعدين رجعت. عايز الماجنتيود اوف ذا رياكشن اوف ذا جراوند. يبقى انا الاول اجيب الامبلس اف تايم تي، الامبلس ب 12، اف ما نعرفهاش التايم 0.1، يبقى الاف ب 120 نيوتن. انا عايز اجيب الرياكشن
انت خبطت في الارض، يبقى في اف وفي ام جي، يبقى الرياكشن ايكوال اف بلس ام جي. اف ب 120، الماس ب 1 كيلو جرام هو قايل، والجي ب 9.8، كده يبقى انا جبت النتيجه. ادي سؤال يا حبايبي. نمبر 11، سفير الماس بتاعتها 50 جرام فولز فروم هايت 2.5 مترز على هوريزونتال جراوند ريباوندد بالارتفاع لهايت 0.9 مترز. عايز يجيب الافريج فورس بتوين ذا سفير اند ذا جراوند. اذا حصل تايم اوف كونتاكت 1، تعال نقولها بالراحه، السفيره اهي خبطت ريباوندد، هي نازله من ارتفاع 2.5 مترز، رجعت لارتفاع 0.9 مترز، خدت تايم اوف كونتاكت 0.1 سكند. من هذه المعلومات يا ولاد، انا عندي بقى عايزين، خلي بالكو السرعه بتنزل، السرعه بتزيد 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 لغايه اقصى سرعه هنا، السرعه طالعه طالعه طالعه، بتقل بتقل، اقصى سرعه بزيرو او الاكبر اللي هو فوق في الماكسيمم هايت الفيلوسيتي بزيرو، هنا اقصى سرعه في البدايه. انا عايز اجيب الامبلس، يبقى تشينج ان مومنتم. طب سؤال يا ولاد، سؤال، لو انا لو ما اجي اقول لك عربيه ماشيه والموتور بطل هتبتدي بتقل، يبقى الفي فاينل هي في نوت. طيب لو عربيه ماشيه بتزيد سرعتها وداس فرامل هتبتدي تقل سرعتها، الفي فاينل هي الفي نوت. عربيه ماشيه خبطت في عربيه تانية سرعتها هتقل، هل الفي هي الفي نوت؟ لا، اول ما يحصل امباكت يبقى الفي ليست في نوت، خلي بالكو عشان دي من الغلطات اللي بتغلطوا فيها دي. يبقى الفي لما الرابر بول نزلت خبطت ريباوندد، يبقى الفي هنا ليست في نوت، يبقى انا هجيب الفي قبل الخبطه، الفي بعد الخبطه، يبقى انا اكتب له كده، اول ما اكتب بيفور وبعدين افتر. يلا يا حبايبي، يبقى انا هاجي هنا اقول له بيفور فروم اي تو بي، ايه المعلومات اللي عندنا؟ هو نازله، يبقى الجي بوزيتيف 9.8، الهايت 2.5، فولز يبقى الفي نوت بزيرو. من هنا حسبنا الفيلوسيتي لحظه الخبطه. طيب وهو راجع من بي لسي او من بي لسي من فوق كده، يبقى انت عندك الجي الفي فاينل بزيرو، الجي بنيجاتيف لان هتقل 9.8، الديسبليسمنت 0.9، هنقول في سكوير في نوت سكوير بلس 2 جي اس، طلعنا الفي نوت. انا اطمنت على نفسي ان دي 7 ودي 4.2، لازم دي تبقى اقل من دي لازم. طيب انا هو حصل تايم اوف كونتاكت 0.1 سكند، يبقى انا هقول الامبلس حاجتين، اف تايم تي او ام في داج ماينس ام في. اف ما نعرفهاش، التايم 0.1، ام اللي هي بكام يا حبايبي؟ الماس ب 50 يعني 0.05 كيلو جرام، في داش السرعه اللي راجع بيها 4.2، ماينس اكتب ماينس ام 0.5، الفي اللي نازله بيها بكام؟ رد عليا 7. غلط. ليه غلط؟ لان انت دي نازله ودي طالعه، اتجاهين عكس بعض وانت واخدهم في نفس القانون، يبقى دي نيجاتيف 7. طالما خدت دي بوزيتيف يبقى دي نيجاتيف يا جميل، قلناها الكلام ده في اول شابتر 2. احسب، طلعنا الامبلسيف فورس. طيب يبقى القوة اللي هتخبط في الارض قيمتها 5.6، يبقى الرياكشن بتاع الارض، هتقول يبقى الرياكشن ايكوال اف بلس ام جي، لان الرياكشن قد البريشر، اف جبناها ام في جي، يبقى حسبنا الرياكشن. ملاحظة مهمة، الكرة الفضي والكرة الذهبي، دي ام 1 في 1، دي ام 2 في 2، لو دي خبطت دي اكيد دي سرعتها هتتغير، يبقى الام 2 سرعتها بقت في 2 داش، والفي 1 هتتغير بقت اسمها في 1 داش. الاتنين لما يخبطوا بعض، سؤال بقى، انا عايز اجيب دي هتعمل امبلس على دي ودي تعمل امبلس على دي، تزق دي ودي تزق دي، الاتنين بيخبطوا بعض، يبقى الاتنين بيخبط الاتنين حصل امبلس ما بينهم.
لو انا طلبت الامبلس اون ذا فيرست سفير، تقوم تجيب تشينج ان مومنتم للذهبي الفيرست سفير ام 1 في 1 داش ماينس ام 1 في 1. طب لو طلبت منك امبلس على السكند سفير الفضي، يبقى تجيب التشينج ان مومنتم للكره الفضيه ام 2 في 2 داش ماينس ام 2 في 2. يبقى انت يا ابني لما يطلب منك امبلس شوفها على مين؟ على الفيرست، يبقى تقول له ام 1 في 1 داش ماينس ام 1 في 1. لو على السكند تقول لي لا حاجه تانية، ام 2 في 2 داش ماينس ام 2 في 2. وعلى فكره لو دي طلعت مثلا 70 دي هتطلع 70 برضه بس بالنيجاتيف. لازم يطلع الامبلس ده هو ده، بس واحده بالبلس واحده بالماينس، لان دي بتزق دي كده ودي بتزق دي كده. نقول بقى حاجة تانية، كورتين خبطوا بعض ريباوندد، الامبلس ده قد ده ولا ده اكبر من ده ولا ده اكبر من ده؟ دي ماس كبيرة ودي ماس صغيرة، مين الامبلس اكتر؟ دي الغلطة اللي بتحصل. خلي بالكو، انا قلتلكو الحلقة اللي فاتت في نيوتن ثيرد لو اول ما ابتديته، لما قلنا قول for every action there is a reaction equal in magnitude and opposite in direction. في خبطة في خبطة مضادة، قلت لك قبل كده لو انت في خناقة وضربت واحد بالروسية انتوا الاتنين بتتوجعوا نفس الوجعة، هو بيتوجع وانت نفس ده، ممكن تضربه انت اللي تعيط لان انت ما تحملتش الخبطة، لان الخبطتين ده خبط ده قد ده، فيبقى حاجتين لما يخبطوا بعض ملهاش دعوة واحد كبير واحد صغير، الوجعة واحدة في الاتنين، بس قوة التحمل اللي بتخليك قاعد طبيعي. فانا بقول دلوقتي لما كورتين يخبطوا بعض مين اللي الامبلس بتاعتها اشد؟ تقول لي الاتنين قد بعض، بس واحدة بالبلس واحدة بالماينس. روح بقى هنا، يبقى انا قلت هنا اي 1 وهنا اي 2 ده امبلس وامبلس، هقول يبقى اي 1 ايكوال نيجاتيف اي 2. طب ما ندخل دي الناحيه الثانيه، اي 1 بلس اي 2 بزيرو، دي الامبلس على الفيرست، يبقى تشينج ان مومنتم للفيرست ام 1 في 1 داش ماينس ام 1 في 1. طب اي 2 امبلس اون ذا سكند ام 2 في 2 داش ماينس ام 2 في 2، ودي الحاجات اللي بالماينس الناحيه الثانيه يطلع لك ام 1 في 1، ام 2 في 2 ايكوال ام 1 في 1 داش ام 2 في 2 داش، يعني سم مومنتم بيفور ايكوال سم مومنتم افتر، ده بيسموه كونزرفيشن اوف مومنتم، ثبات المومنتم. اتفرج تاني على اللي حصل هنا، كورتين خبطوا بعض واحده جرت التانيه قدامها، يعني الاتنين مشوا وان بادي، طب دي جاية بسرعة ودي جاية بسرعة، يبقى نقوله ام 1 في 1 ام 2 في 2 الاتنين بقوا 1 بادي، يبقى ام 1 بلس ام 2 في داش. دول قوانين الكوليجن اللي عندنا يا ولاد، دي اسمها conservation of momentum، ان الصم مومنتم بيفور قد الصم مومنتم افتر. شابتر 3 يا حبايبي، كل شابتر 3 بتاعنا هو الصفحة دي فقط. يلا كده، امبلس كوليجن، الامبلس لها ثلاث قوانين، اف تايم تي ام في داش ماينس ام في انتجريشن اف دي تي، واليونتس معروفة نيوتن سكند او كيلو جرام متر بير سكند او كده. الكوليجن اللي هو قانون الكونزرفيشن اوف مومنتم، سم مومنتم بيفور ايكوال سم مومنتم افتر، ام 1 في 1 بلس ام 2 في 2 equal m1 v1 داش plus m2 v2 داش. طب لو الاثنين مش وان بادي يبقى هنقول m1 v1 plus m2 v2 equal m1 plus m2 كلهم في ال v داش. الصفحة دي chapter 3 كله. يلا بقى ناخد اسئلة براحتنا. اقرأ معايا يا جميل، sphere of mass 200 جرام، جرام تنفع؟ تنفع، بس بشرط يبقوا الاثنين، يبقى دي سنتيمتر، لكن لو جرام لازم معاها، عشان لو دي متر كنا هنحولها لكيلو جرام، يبقى دي 200 جرام ماشيه ب 12. كولايدز
another sphere at rest، يبقى الفي بتاعتها بزيرو، الماس بتاعتها 100. الفيلوسيتي بتاعت الفيرست سفير اللي هي 200 دي بعد الكوليجن بقت 8 وماشيه في نفس اتجاهها. المطلوب عايز الفيلوسيتي بتاعت السكند بعد الكوليجن، وعايز الامبلس اون اتش سفير. دي نلخص المساله، نعمل سفير 200 ماشيه ب 12، انذر سفير 100 في بزيرو، هيخبطوا بعض. هو قال لك دي هتفضل ماشيه بايت، ودي حصل لها ايه؟ اكيد هتمشي باسرع من الايت، او تمشي بايت او كده، المهم ان تمشي في الاتجاه ده. انا طالما حصل كوليجن هاتها من هنا، تقول له ام 1 في 1 او ام 1 في 1 بلس ام 2 في 2 ايكوال ام 1 في 1 داش ام 2 في 2 داش. يلا نعوض، ام 1 200 في 1 12، ام 200 في في 2 ب 0، ام 1 200 في 1 داش 8 100 في في 2 داش اللي ما اعرفهاش، اشطب 2 زيروز مع 2 زيروز مع 2 زيروز هتطلع الفي داش ب 8، يبقى دي هتتحرك في الاتجاه ده ب 8. ده الطلب الاول. الطلب الثاني بقى قال لك لو سمحت احسب لي الفيلوسيتي اوف ذا سكند، عايز سوري عايز الامبلس اون اوف اون ايتش سفير. يبقى انا هجيب الامبلس اون ذا فيرست سفير الزرقاء، يلا هات لي الامبلس ام في داش ماينس ام في، ده للزرقاء في داش 8 في ب 12 طلعت نيجاتيف 800. اكيد الثانيه لما احسبها والا باغلط لازم تطلع بوزيتيف 800. امبلس اون ذا سكند سفير ام في 2 داش ماينس ام 2 في 2، ودي كانت زيرو، عوض يا سلام طلعت 800 برضو. مسألة تانية، سموث سفير الماس بتاعتها 0.3 كيلو جرام ماشية بفيلوسيتي 4 متر، آخر حلاوة أهو، دي كيلو جرام ودي متر الحمد لله. الكولايد أنذر سفير الماس ب 0.2 ماشية بفيلوسيتي 8 متر بس في الأوبوزيت دايركشن، يبقى سفير ماشية في اتجاه التانية ماشية عكسها. إف ذا فيرست سفير ريباوندد، السفير الاولى خبطت ريباوندد بسرعه 3، عايز يجيب حصل ايه للسفير الثانيه، ولو حصل تايم 1/10 سكند نتيجه ده عايز يجيب الامبلسيف فورس. نرسم المساله، 0.3 ماشيه ب 4، 0.2 ماشيه العكس يبقى بالنيجاتيف، لازم تحط نيجاتيف 8، دي ريباوندد يبقى بالنيجاتيف نيجاتيف 3، ودي حصل لها ايه يا ترى، ريباوندد ولا مشيت في نفس اتجاهها ما اعرفش. ولما احسب الفيلوسيتي لو طلعت نيجاتيف يبقى فضلت ماشيه في نفس الاتجاه، لو بوزيتيف يبقى ريباوندد. هنقول بقى القانون ام 1 في 1 ام 2 في 2 ام 1 في 1 داش ام 2 في 2 داش، عوض ام 1.3 في 1 4، الثانيه 0.2 في 2 نيجاتيف 8، 0.3 في نيجاتيف 3، 0.2 في 2 داش. احسب طلعت في 2 داش بوزيتيف، يبقى دي ريباوندد، يبقى انت تقول يبقى السكند سفير بعد الخبطه دي ريباوندد ودي ريباوندد. جميل. الطلب الثاني عايز الامبلسيف فورس، تقول له سهله، ما الامبلس اف تايم تي، اف اللي هي الامبلسيف فورس هي ام في داش ماينس ام في، لك الاختيار يا اما تاخد تشنج ان مومنتم للزرقاء او الثانيه الحمراء. انا هاخدها للزرقاء عشان الفي والفي داش عندنا، اف ما اعرفهاش بس التايم 1 على 10، ام هيبقى 0.3 في داش نيجاتيف 3 وبو في اللي هي 4، احسب طلعت الامبلسيف فورس عليها نيجاتيف 21. جميل. سؤال تاني يا اولاد، سفير اوف ماس 8 كيلوغرام ماشيه هوريزونتال بفيلوسيتي 12، كولايد انذر سفير الماس بتاعها 12 ماشيه بسرعه 4 في الاوبوزيت دايركشن، التو سفيرز عملوا وان بادي، الوان بادي ده اهو كولايدز ثيرد سفير ب 10 ات ريست. بعد كده قال لك الثري سفيرز عملوا وان بادي، عايز يجيب الكومن فيلوسيتي. يا خبر ابيض، دي حدوته، دي سفير ب 8 ماشيه بنيجاتيف 0.12،
ودي 12 ماشيه بنيجاتيف 0.04، لان دي كيلوغرام ودي سنتيمتر، فانا حولت دي المتر عشان يبقى كيلوغرام ومتر. والقانون اللي احنا بنحبه ام 1 في 1 ام 2 في 2 ايكوال ام 1 بلس ام 2 في الفي داش. يلا نعوض يا جميل، 8 تايم بوينت 12 بلس بوينت 2 تايم نيجاتيف بوينت 4 ام 1 بلس ام 2 في الفي داش. حسبنا الفي داش، الاثنين اللي في داش ده اهو هيمشي بالسرعه دي، يمشي كده 0.24، هيلاقي ثيرد سفير واقفه، دي هيخبط دي، هيمشي وان بادي مره تانيه. يا نهار ابيض، يبقى اقول له ام 1 في 1 بلس ام 2 في 2 ايكوال ام 1 بلس ام 2 في الفي داش. خلي بالكو ام 1 دي كلها اللي هي ال 8 وال 12 اللي هي 20، يبقى انا هقول له 20 في 0.24، ودي 10 في 0 لانها كانت اتريست، ام 1 بلس ام 2 يبقى 20 بلس 10 ب 30، طلعت الفي داش 0.016. جميله مسألة أنا كاتب جنبها جميلة للشطار. يلا بقى عشان اللي فاتت دي خلاص أنت كده الأساسيات عندك، تعال نتفرج على الحاجات الجميلة. تو سفيرز، المقاس ب 2 و 8 ماشيين على لاين اوف ذا جريتست سلوب، يا نهار ابيض، انكلايند بلين، سموث بلين انكلايند على الهوريزونتال بانجل 30. الفيرست سفير ماشيه داون والسكند سفير ماشيه اب. بصوا يا حبايبي، علشان انا عايز اقول لكم حاجه جميله. احنا عندنا يا اولاد حاجه مهمه، لما انا بتكلم على، لما اجي اقول احنا عندنا الموشن، في عندي تلات انواع من الموشن هندخلهم في درس النهاردة. هوريزونتال موشن دي حاجة، انكلايند موشن دي حاجة تانية، فيرتيكال موشن حاجة تالتة. تعال نقولها تاني كده، انا عندي سفير وسفير، دول ماشيين هوريزونتال زي ما انت شايف كده، يبقى ده هوريزونتال، ده نوع. خليكم معايا هنا على الداتا، على الداتا لو سمحتوا. يبقى هنا ده سفير ام 1 وده سفير ام 2 كده هوريزونتال، هيخبطوا بعض. طب سؤال تاني، نوع تاني من الحركه زي المساله اللي جايه، ده بلين، ده سفير ام 1 وسفير تانيه ام 2 اهو، دي ام 1 وده اهي ام 2، هيحصل كوليجن على البلين المايل. ادي دي هوريزونتال، ده انكلايند موشن بس على انكلايند بلين. حاله ثالثه يبقى دي نمبر 1 خدنا عليها مسائل، نمبر 2 هناخد السؤال اللي جاي، نمبر 3 بعد شويه هناخد اسئله كتير. يقول لك ام 1 ام 2 فوق بعض كده، دي ام 1 ودي ام 2، الاثنين هيخبطوا بعض، يبقى ده vertical motion. انا هجيب لك الثلاث حالات دول، دي خدناها خلاص، خدنا عليها اسئله كتير، دي هناخد السؤال اللي جاي، ودي عليها كذا سؤال جاي كمان. يبقى احنا ناخد الثلاث حالات. روح معايا بقى على الكمبيوتر يا جميل، يلا على الكمبيوتر بقى. تو سفيرز، الماس ب 2 والماس ب 8 ماشيين على لاين اوف ذا جريتست سلوب، وماي واللاين انكلايند باي 30. الفيرست سفير موفز داون، يبقى التو هي اللي فوق، السكند سفير موفز اب، يبقى الايت لتحت. اف ذي كولايد اند موف افتر امباكت وان بادي، قال لك الفيلوسيتي بتاعه الفيرست سفير كانت ب 8.4 لحظة الكوليجن، and relative velocity of the second sphere with respect to the first 14 meters per second. الاتنين هيخبطوا بعض ويحصل ايه؟
يا خبر ابيض، ده شغلانه يا ولاد. انا لما اجي افكر، انا عندي بلين مايل اهو، سفير هنا 2، سفير هنا 8، دي نازله دي طالعه، هيقابلوا بعض في مكان ما، دي ودي جايين، دي طالعه ودي نازله، هيخبطوا بعض، هيعملوا وان بادي. اول سؤال، يا ترى البادي ده لما يخبطوا بعض هيطلع ولا الوان بادي ده ينزل؟ حسب الدايركشن اللي انت واخده. يعني انا هاخده هو نازل نيجاتيف، يبقى هو طالع بوزيتيف، يبقى لما احسب الوان بادي لو طلعت الفي داش بالبوزيتيف يبقى طالع، لو في داش بالنيجاتيف هو اتجاه اللي تحت. طب انا عشان اعمل مسألة كوليجن، خدها قاعدة كده، لما يكون مسألة كوليجن لازم يكون عندي في قبل الخبطة وفي قبل الخبطة، لما يخبطوا بعض نجيب الفي داش. طب هو في السؤال قال لك السفير اللي نازلة سرعتها قبل الخبطة كانت 8.4، اما السفير اللي طالعه قال لك الريلاتيف فيلوسيتي، مش الفيلوسيتي، مش الريل فيلوسيتي بتاعتها، الريلاتيف فيلوسيتي بتاعت السكند بالنسبه للفيرست كانت 12. يا خبر ابيض، دي بقى نبتدي من هنا. ريلاتيف فيلوسيتي يا اولاد قلتها زمان في شابتر 1، او تعالوا افكركم بيها. احنا لما نيجي نقول يا اولاد انا عندي هنا عربيه اسمها ايه ماشيه بسرعه 50، عربية تانية اسمها بي ماشية بسرعة 70، دي ماشية كده ودي ماشية كده أي حاجة. يبقى أنا لو سألتك في بي تقول لي بوزيتيف 70، طب لو سألتك في اي تقول لي نيجاتيف 50 لأن العكس. طب لو البي بص على الاي، يعني عينيه اهي، العين دي بصت على الاي، لقت الاي ماشيه بسرعه 100، يبقى انا اقول له في اي بي، يعني فيلوسيتي ايه ريلاتيف تو بي، لان البي بصت على الاي، يبقى دي فيلوسيتي ايه بالنسبه للبي 100. تقول له حط نيجاتيف عشان ده الاي جايه كده. احنا خدنا قانون زمان يا اولاد في تانيه ثانوي ان في اي بي ايكوالز في اي ماينس في بي، في الاولى ماينس في الثانيه، في الاولانيه ماينس في الثانيه، ده قانون لازم سيادتك تبقى عارفه كويس القانون ده. يبقى انا لو قلت في، يبقى خدها قاعده بقى، في اي بي تقول لي في اي ماينس في بي، طب لو قلت في بي اي هتقول لي في بي ماينس في اي. ده كلام مهم. هو بقى قايل في مسألتنا ان السفير 2 ده اهي والايت اهي، دي طالعه ودي نازله، هيقابلوا بعض في مكان هنا، هيخبطوا بعض يعملوا وان بادي. التو ده اهي قبل الخبطه كانت سرعتها 8.4، يبقى دي ام 1 ودي في 1. اما جايب لك في الثانيه بالنسبه الاولى، جايب لك في بي اي ب 12، دي لو خدتها بالنيجاتيف يبقى دي بالبوزيتيف، ولما يقول لك في بي اي هتقول له في بي ماينس في اي ب 12، ونروح نعوض نطلع. يلا بقى معايا على الكمبيوتر كده نكتب كل اللي انا قلته ده على الكمبيوتر اهو يا اولاد. ادي ال 2 وادي ال 8، وهنقول له دي نازله بنيجاتيف ودي طالعه بوزيتيف، هنقول في بي اي ايكوال في بي ماينس في اي، ده ب 12. هو كانت 12 ولا 14؟ كانت فين 14 يا اولاد، مش 12، كانت 14 اهي في المساله 14. يبقى دي ماينس ماينس يبقى بلس، تروح نعتبر بالماينس، يبقى الفي بي قبل الخبطه كانت 5.6. نكتب القانون اللي احنا بنحبه بقى، ام 1 في 1 ام 2 في 2 ايكوال ام 1 بلس ام 2 تايم في داش. ام 1 يا جميل ب 2، في 1 يا باشا بنيجاتيف 0.4، ام 2 يا جميل ب 8، في 2 5.6 ايكوال ام 1 بلس ام 2 في داش. يا خبر ابيض، طلعت الفي داش بالبوزيتيف،
فين الاتجاه البوزيتيف لفوق؟ يبقى البادي ده هو هيطلع لفوق. طب سؤال، وهو طالع لفوق اقرا بقى بيقول لك ايه؟ فايند ذا تايم تيكن افتر امباكت تيل ذيس بادي كمز تو ريست انستنتينيوسلي. طيب سؤال، هو البلين ده سموث ولا رف؟ سموث، يعني ما فيش ريزيستنس. بصوا معايا بقى هنا على الايباد، انا هقول دلوقتي يا حبايبي الوان بادي اهو، ده الوان بادي لما التو سفيرز خبطوا بعض ومشوا مع بعض، هيفضل طالع 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 لغايه ما يقف. هو عايز يحسب التايم ده. انا عندي هنا خلي بالكو، المفروض اي بادي ماشي على انكلايند بلين بنكتب ام جي وبشطب عليها، الكلام ده احنا حافظينه، ونكتب هنا دي سيتا هنا سيتا، او دي سيرتي هنا سيرتي، هنا ام جي كوزاين سيرتي وهنا ام جي ساين سيرتي. هو البادي اتجاه الموشن اهو، نيوتن الله يرحمه قال لك موشن ماينس انتي موشن ايكوال ام ايه، مفيش فورس، البادي ده ما جواش فورس، يبقى نيجاتيف ام جي ساين سيتا ايكوال ام ايه، شيل الام مع الام، يبقى الاكسلريشن ايكوال نيجاتيف جي اللي هي ب 9.8 في ساين سيرتي بهاف، يبقى الاكسلريشن نيجاتيف 4.9 متر بير سكند سكوير. دي الاكسلريشن. الفي فاينل بزيرو، الفي اللي انت جبتها، الفي نوت اللي انت جبتها اللي هي كانت 2.8 متر بير سكند، يبقى انت عندك ايه؟ وعندك في نوت وعندك في، اي شخص يقدر يجيب على طول يقول لك في ايكوال في نوت بلس اي تي. من القانون ده كلنا نقدر نحسب التايم. يلا على الكمبيوتر بقى يا حبايبي اهو، ده اللي انا قلته لك اهو، هنكتب ادي الفي نوت وادي الفي، نيجاتيف ام جي ساين سيتا ايكوال ام ايه، ونعوض طلعنا التايم هاف سكندز، يبقى البادي ده يفضل طالع 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 نص سكندز ويتوقف وبعدين يبقى ينزل تاني براحته. جميل الاشطار، مساله ظريفه. اقرا الظريفه دي، تو سفيرز 400 400، كل واحد ايتش اوف ماس 400، ماشيين في ستريت لاين سموث هوريزونتال تيبل، ماشيين على هوريزونتال تيبل بفيلوسيتي 4 مترز بير سكند، يعني الاولى 400 وماشيه ب 4، طبعا 400 ما بتنفعش 0.4 عشان تبقى كيلو جرام، 0.4 وماشيه بسرعه 4، والثانيه قدامها 0.4 ماشيه بسرعه 4، عمرهم ما يخبطوا بعض. قال لك بعد كده بارير، حاجز اتحط قدامهم الفرس. طب ممكن نقولها بالراحه اهو، ادي الاثنين سفير، دي ماشيه ب 4 ودي ماشيه ب 4، عمرهم ما يحصلوا بعض، بنينا حيطه كده حاجز بارير. اللي هيحصل السفير دي تخبط ريباوندد اهو، تخبط ريباوندد، يبقى دي هتخبط، هتلاقي دي جايه لها ريباوندد مره ثانيه بسرعه 2. حصل ايه اللي دي؟ تقوم انت تقول المساله الظريفه دي بالراحه. اول حاجة حصلت يا حبيبي هو الجزء ده اهو، فين فين اهو الجزء ده، سوري الجزء ده، الجزء ده اهو اللي انا بشاور عليه ده اللي مش باين ده اهو، ده اهو. ايوه 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 اهو، الحتة دي هي اول حاجة حصلت، اول حاجة حصلت. طب ما هنا كان هو مديك الامبلس بتاع الحيطة، هو قال الامبلس بتاع الحيطه فين؟ اخر سطر اهو 2.8، بس الحيطه بتزقش العكس، دي بوزيتيف 4، يبقى الامبلس نيجاتيف 2.8. طب ما احنا عارفين اهو الامبلس ام في داش ماينس ام في، في داش اللي ما عرفهاش بعد الخبطه، في قبل الخبطه ب 4، اقسم 0.4 مع 0.4 مع 0.4 وهات الفي داش لوحدها، يا سلام طلعت نيجاتيف 3. اول ما طلعت نيجاتيف 3 انا اتبسطت قوي، اتبسطت ليه؟ عشان 3 لانها داخله ب 4 لازم لما ترجع سرعه اقل، فسرعه 3 ودي 4 ودي نيجاتيف، دول بقى كوليجن.
مسألة كوليجن، ام 1 في 1، ام 2 في 2، ام 1 في 1 داش، ام 2 في 2 داش. عوض يا جميل، عوض يا جميل، هنطلع الفي 1 داش. طلعت الإجابة بنيجاتيف 1، يبقى السفير ده اهي، دي هتبقى ريباوندد ودي ريباوندد كمان. مسألة ظريفة. في مسألة بقى للكبار فقط، دي أنا كاتب جنبها للكبار فقط، دي للناس الشاطرة قوي وتلاتة ستارز. عايزك بقى بالراحة كده تاخد بالك وتركز معايا. دي مسألة مش مباشرة. تو سموث سفيرز، الماس بتاعها 400، كل واحدة 400 جرام، يعني 0.4 كيلو جرام على ستريت لاين. لا بقول لك هنا تو سموث سفير ايتش اوف ماس 400، تمام. قال بقى ماشيين على هوريزونتال تيبل بفيلوسيتي 4 في نفس الدايركشن. There is a distance between them، في مسافة بينهم. في حاجز اتحط. لا ايه ده، دي المسألة اللي فاتت، ده دي السؤال اللي فات. طيب المسألة للكبار، طب انا هقول لكم يا اولاد علشان دلوقتي نقراها، عشان دي كانت المسألة اللي فاتت. في مسألة الكبار هجيبها لك دلوقتي. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل ندخل نشوف بقى المسألة بتاعت الناس الكبار اللي عايزك تروق كده والأساس. قلنا فاصل ونرجع إن شاء الله نكمل. بسم الله، يلا يا أولاد، قبل ما ندخل مسألة الكبار اللي أنا بقول عليها دي للناس اللي مخها كبير، عايز أقول معلومة كده مع بعض، حاجة دردشة كده، وبعدين ندخل بقى للمسألة اللي جاية. دلوقتي لو أنا واقف هنا وسيادتك واقف هنا وإحنا الاتنين بنجري، انت انا واقف هنا وسيادتك هنا وانا بجري وانت بتجري ورايا، حصلتني هنا يبقى انت اسرع مني فحصلتني، بس احنا الاتنين بادئين في نفس اللحظة ووصلنا مع بعض في نفس اللحظة عند الحاجز ده، يبقى التايم اللي انا خدته من هنا لهنا هو نفس التايم اللي انت خدته من هنا لهنا، بس انت عشان اسرع خدت مسافة اكتر. اقولها تاني؟ تاني يا اولاد بصوا كده، احنا الاتنين اهو شخصين اهم، ده حاجز اهو، ده الحاجز، الشخص ده اهو بيجري من هنا لهنا في نفس اللحظة، ده بيجري من هنا لهنا. طالما الاتنين في نفس اللحظة حصلوا بعض هنا، يبقى التايم هنا هو نفس التايم هنا، طالما الاتنين بادئين في نفس اللحظة، لكن دي خد مسافة اكبر من دي. دي معلومة خلي بالك منها. نروح يلا للمسألة الكبار على الكمبيوتر. انا قايل اهو ان عندي هنا، بص للسؤال على الكمبيوتر بقى، يلا على الكمبيوتر. هنا بيقول بول اوف ماس 120، يلا على الكمبيوتر لو سمحتوا. الكمبيوتر ايوه هنا اهو، بول اوف ماس 120 جرام موفز وذ يونيفورم فيلوسيتي. امشي معايا خطوه خطوه. الماس 120 جرام ماشيه بيونيفورم فيلوسيتي 40 سنتيمتر بير سكند، جرام وسنتيمتر الحمد لله ماشيين مع بعض. قال بعد كده مرت على سيرتن بوينت، مرت على نقطه معينه، بعد 1 مينت يعني بعد 60 سكند another body of mass 8 gram starts moving with acceleration 4 سنتيمتر per second square و initial velocity 60 سنتيمتر per second in the same direction. If they form one body after impact, find the common velocity. Find also time taken till the body came to rest. طب نقولها بالراحة. بص كده اتفرج معايا كده على الكمبيوتر اهو، ده البادي اهو، بص ماشي، لما وصلت هنا البادي التاني اسرع حصلها، ارجع تاني يا اولاد اهو، بص كده دي ماشيه اهي، بص لما وصلت هنا التانيه وراها حصلتها. انا بقى لما اكتب مساله زي دي انا هقول احنا عندنا السفير الاولى مشت مرحله 60 سكندز، بعد 60 سكندز وصلت هنا، مشت من هنا لهنا تايم تي،
التانية انطلقت وراها خدت نفس التايم. فانا هكتب فيرست سفير سكند سفير. السفير الاولانية يا اولاد مشت من A ل B، الفي ثابتة 40، التايم من هنا لهنا في 60، يبقى انا وهنا الفي ثابتة 40 اما التايم تي. طالما السرعة ثابتة يبقى نقوله اس ايكوال تي في، التي تايم في طلعنا قيمة المسافة دي، طول المسافة دي 2400. طب نيجي في الجزء الثاني، الاس ايكوال تي في، البي الاس اللي هي البي سي، التايم بتي والفي ب40، يبقى طلعت 40 تي. خش بقى على السكند سفير، الفي نوت ب60، الاي ب4 هو الال، التايم بتي، يبقى انا هقول له اس ايكوال في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير. الاس اللي هي المسافه دي الاي سي، في نوت 60 تي بلس هاف اي تي سكوير. الاي سي ده هي عباره عن اي بي بلس بي سي، اي بي بلس بي سي، يبقى نروح بدل الاي بي نكتب 2400، بدل بي سي نكتب 40 تي. اشطب بقى لما تعمل هنا، هتشطب مين مع مين مع مين؟ هتقول لي اشطب 40 مع 40 مع ده، ونجيبهم في ناحية واحدة، بقت ناحية واحدة كده، اعمل فاكتورايز يطلع التايم بالنيجاتيف، لا يبقى التايم بسيرتي. يبقى ده خد التايم من هنا لهنا سيرتي، هيخبطوا بعض يعملوا وان بادي. سؤال، التو سفيرز ماشيين مع بعض، خبطوا بعض، دي سرعتها كام قبل الكوليجن، واللي جايه لها سريعه دي سرعتها كام؟ ما هو ده ام 1 كانت 80، في 1 ثابته 40، ام 2 لا ام 1 كانت 120، كانت السرعه بتاعتها كانت الماس بتاعتها 120، اما ام 2 ب80. طب سرعتها كام؟ ما اعرفش، لان في اكسلريشن، بس احنا جبنا التايم، يبقى انا عندي الاكسلريشن ب 4، التايم ب 30، الفي نوت عندنا كانت ب60. من دول نجيب الفي قبل الخبطه، عشان لما اجيب الفي هقول ام 1 في 1، ام 2 في 2 ايكوال ام 1 بلس ام 2 تايم في داش. يلا يا جميل، يلا يبقى انا هقول اهو في ايكوال في نوت بلس اي تي، الفي نوت ب60، الاي والتي، حسبنا الفي. يا سلام، ده سرعه السفير الثانيه. ونكتب القانون اللي احنا بنحبه خالص، ام 1 في 1 بلس ام 2 في 2 ايكوال ام 1 بلس ام 2 في الفي داش. عوض بالارقام، طلعت الكومون فيلوسيتي 96. البادي ده هو بعد الخبط هيتحرك ب 96. ده قال لك لما يمشي ب 96 هيستوبد، هيفضل يتحرك يمشي يبطئ 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 وستوبد، يعني الفي فاينل بزيرو، وده هي تعتبر في نوت. وادالك الريزيستنس بتاع الارض، الريزيستنس اهي. طب ما انا هقول له بقى، انا عشان عندنا هنا هنقول له نيجاتيف ار ايكوال ام اي نيوتن سكند لو، نيجاتيف ار ايكوال ام اي، حسبنا الاكسلريشن وطلعت بالنيجاتيف. خلاص انت عايز التايم، في ايكوال في نوت بلس اي تي، الفي بزيرو، الفي نوت اللي احنا جبناها اللي هي فين كانت 96، والاي بنيجاتيف 1.19.6 طلعت التايم. يبقى الوان بادي ده هيتوقف بعد 4.9 سكند. تعالى بقى بص الافكار اللي جايه هنا بقى، فيرتيكال موشن، احنا خدنا هوريزونتال موشن، خدنا انكلايند موشن، فيرتيكال موشن في الامبلس. بادي الماس بتاعته 1.8 فولز داون ات ذا سيم مومنت، في نفس اللحظه انذر بادي بي الماس بتاعته 1.14، يبقى واحد الماس بتاعته 1.8 فولز، يعني الفي نوت بزيرو، ال 1.14 بروجكتد لفوق بسرعه 49، كولايد البادي A وذي فورم وان بادي. If the velocity of A before impact 28، calculate the common velocity الأول وبعد كده عايز الإمبلس. ممكن نفهمها بالراحة؟ بالراحة. أنا عندي body أهو، ده
كانت 1.8 نازل فولز، يبقى الفي نوت بزيرو. انذر بادي اهو كانت الماس بتاعته 1.14، بروجكتد لفوق الفي نوت كانت بكام يا باشا؟ ب28 ولا كانت 49. الاتنين حصلوا بعض هنا، خبطوا بعض عملوا وان بادي، هو اللي قال. طيب هو بقى خلي بالك الاتنين التايم اللي ده خده من هنا لهنا هو نفس التايم اللي خده هنا لهنا، طالما الاتنين بادين في نفس اللحظة يبقى تي هي تي. المفروض لما يجوا يخبطوا بعض يا اولاد لازم اجيب سرعة ده وسرعة ده قبل الخبطة قبل الخبطة. طب ما هو اداك سرعة ده قبل الخبطة ب 28، طب سرعة ده قبل الخبطة كام؟ من ده من دي نجيب التايم، نروح نعوض بقى هنا نجيب الفي. حد خد باله؟ تاني من دي انت عندك في نوت، عندك في وعندك جي بنيجاتيف 9.8، من التلاتة دول هتطلع التايم. بعد ما تجيب التايم تروح هنا عندك في نوت وعندك تي وعندك جي ببوزيتيف 9.8، كده هتجيب الفي اللي هنا. يلا بينا بقى كده على الكمبيوتر نقول اللي احنا قلناه اهو. اتفرج يا جميل على الكمبيوتر اهو، البادي ده نازل وده طالع على الكمبيوتر يا حبايبي، البادي ده نازل وده طالع على الكمبيوتر يا جماعة. ايوه كده اهو، ده نازل وده طالع، جميل. تعال بقى التايم اللي ده خدته هو نفس التايم، الاتنين هيعملوا كوليجن. قال لك سرعة مين اللي كانت 28؟ تعال نراها كده. if the velocity of A، A هي اللي ب 28 دي اللي معرفهاش، يبقى انا من الاولى خلي بالك دي 28. ايه ده؟ هو ادانا التانية؟ ده انا لسه هحسبها اهو. الفيرست بادي V equal V not plus GT، هنعوض طلعت التايم اهو، التايم ده ناخده في السكند سفير، هنقول نفس التايم لان الاتنين بادين في نفس اللحظة، وعندك في نوت ب 49 هنكتب في ايكوال في نوت بلس 80، طلعت الفي نوت ب 21. تعالوا بقى نرسمها، كورتين هيخبطوا بعض، دي نازله ب 28 ودي طالعه ب 21 بس نحطها بالنيجاتيف. الاثنين هيخبطوا بعض ويعملوا 1 بادي، هنقول له ام 1 في 1 ام 2 في 2 ايكوال ام 1 بلس ام 2 في الفي داش. يلا يا جميل، ام 1 ب 1.8 في 1 2.28، ام 2 كانت 1.14 في 2 بنيجاتيف 21، طلعت في داش بوزيتيف 9، يبقى ال 1 بادي ده هينزل ولا هيطلع؟ طلع بوزيتيف، احنا واخدين الاتجاه البوزيتيف مين؟ اللي النزول، يبقى دي يبقى البادي ده هينزل لتحت. طب طالب الامبلس ام في داش ماينس ام في، بس خد سفير واحده يا تاخد الاولى يا التانيه، خلينا في الاولى، يبقى ام في داش ماينس ام في نحسبها. طلعت الاجابه بالامبلس بالشكل ده، الامبلس عليها. سؤال تاني اقرا بقى، سموث سفير 400 فيل فيرتيكالي داون فروم ذا توب اوف ذا تاور، ارتفاع 147 مترز above the ground at the same instant، في نفس ذات اللحظة another smooth sphere لها نفس الماس اللي هي 400 جرام projected vertically up بسرعة 49 from the base of the tower، find when and where the two spheres collide، متى وأين يتقابل the two spheres، if each of the two spheres rebounded after collision، خبطوا بعض كل واحدة رجعت، of magnitude the magnitude of the rebounded velocity of the second sphere 24.5، find the time which the first sphere taken after collision until reached the tower base. دي مسألة جديدة شوية، عايزك تاخد نفسك كده يا جميل وتركز معايا اهو، تسلي صيامك معايا. ادي تاور، السفير ده هتنزل، التاور ده كله كان ارتفاعه كام؟ كان قايل فين ده؟ اهو 147 مترز.
السفير ده 0.4 والتانية 0.4 اهو، دي نازلة ودي طالعة. التايم اللي ده خدته هو نفس التايم. طب دي خدت مسافة كام؟ هنسميها اكس، تبقى دي كام؟ دي كلها 147، يبقى 147 ماينس اكس، يبقى سميتها اكس، يبقى 147 ماينس اكس. طيب نيجي بقى نمسك الفيرست بادي اللي هي نازله، يبقى الجي بوزيتيف 9.8، الفي نوت بزيرو عشان قال لك فولز، الديستانس اكس والتايم بتي، اكتب اس ايكوال في نوت تي بلس هاف اي تي جي تي سكوير، اس اللي هي باكس، في نوت بزيرو، هاف جي ب 9.8 تي سكوير، كده يبقى اشطب ده مع ده، يبقى انا جبت الاكس 4.9 تي سكوير. روح للسكند سفير، الفي الجي بنيجاتيف 9.8 والفي نوت هو مدالك 49، والتي بتي والاس ب 147 ماينس اكس، اكتب نفس القانون، اس بدلها 147 ماينس اكس، في نوت 49 في تي هاف جي تي سكوير، شيل الاكس دي واكتب 49 تي سكوير، يا نهار ابيض، فدي تتشطب مع دي، اعمل ديفايدد 49 يبقى التايم 3 سكندز، يبقى دي خدت 3 سكندز ودي خدت 3 سكندز، اقوم اجيب الفيلوسيتي دي بعد ال 3 سكندز، لحظه الخبطه وفيلوسيتي، يبقى انا اقول له كده، هو بيقول لك التايم اهو وين، يبقى بعد 3 سكندز، قال لك وير، وير يعني عايز المسافه، طب ما انا جبت التي، روح عوض هنا عن التي، يبقى انت جبت المسافه، يبقى دي هتنزل مسافه 44.1 ودي تطلع مسافه 102.9، يبقى دي من الارض لغايه هنا ب 102.9، ومن هنا لغايه هنا 44.1. نيجي بقى هنعوض عن التي ب 3 بالنسبه للسفير الاولى، في ايكوال في نوت بلس اي تي، جبنا الفي ب 29 ده قبل الخبطه، برضو السكند سفير هنحط التي ب 3، طلعت الفي قبل الخبطه، يبقى التو سفيرز ده هي قبل الخبطه دي كانت 29 ودي قبل الخبطه كانت 19، خدت بالكم يا اولاد، دي ريباوندد ودي ريباوندد، ده صفحه جديده بقى اهو، صفحه جديده، نقول انا عندي اهو دي نازله ودي طالعه، طالما اتجاهين عكس بعض ودي ريباوندد ودي ريباوندد، اتجاهين عكس بعض، يبقى انا هاخد دي بالنيجاتيف دي بالبوزيتيف، او العكس دي لو كان ممكن ناخد دي اللي بالبوزيتيف ودي بالنيجاتيف براحتي، فانا خدت النازله بنيجاتيف 29 يبقى طالعه بوزيتيف، قال لك دي ريباوندد، ريباوندد يبقى اتجاهها بوزيتيف، عايز يحسب دي حصل لها ايه، يبقى ريباوندد يبقى نيجاتيف عشان انت واخد اتجاه لتحت اللي بالنيجاتيف، ام 1 في 1 ام 2 في 2 ام 1 في 1 داش ام 2 في 2 داش، يلا يا باشا 0.4 في نيجاتيف 0.29، 0.4 في البوينت في 19.6، اللي بعدها 0.4 في في 1 داش معرفهاش، 0.4 في نيجاتيف 24.5، كده حسبنا الفي داش، في داش بوزيتيف يبقى دي ريباوندد هتطلع لفوق. طب دي لما تطلع 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 لغايه فوق وبعدين تنزل 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 تخبط في الارض، دي بدايه دي نهايه، لما خدها 1 ستيج، في نوت اتجاهها لفوق، الجي والاس اتجاههم لتحت، يبقى ناخد الفي نوت بالنيجاتيف اللي هي دي في نوت وناخدها بالنيجاتيف اهو النيجاتيف اهي، والاس ب 102 بالبوزيتيف والجي بالبوزيتيف لان الاس والجي عكس الفي نوت، اكتب بقى اس ايكوال في نوت تي بلس هاف جي تي سكوير، عوض يا جميل واعمل فاكتورايز بالكالكليتور يطلع لك التايم توتال تايم ده كله 6.3. مسألة جميلة، فكرة ظريفة يا ولاد، هامر الماس بتاعته 210 كيلو جرام، هامر اهو الماس بتاعته 210، فولز فروم هايت 90 سنتيمتر اون سلندر، الماس بتاعتها ب 140، ده هيخبط ده يدخله في الارض 18 سنتيمتر، فايند ذا ريزيستنس اوف ذا ايرث. بصوا يا حبايبي، في البترول لو انت شفت كده
في فيلم وثائقي او تعرف كده في البترول في الصحراء لما يجي يحفروا بير بترول ما بقوش يطلعوا الرمل، ما بيطلعوش الرمل لغايه ما يوصل البترول، ما بيحصلش كده، بيبقى في ماسوره ويحطها في الرمله كده، وفي همر بتاع كده مطرقه كبيره بتطلع فوق 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 كده وتدان نازله خبطه، وهي بتخبط يبقى دي الهمر مع الماسوره يمشي وان بادي، تدخل لجوه شويه يرفعوا المطرقه تاني ويسيبها تنزل تخبط، تلاقيها دخلت كل شويه تخبط تدخل تدخل تدخل، هو عايز يجيب الريزيستنس بتاع الارض كام. تقوم انت تقول له استنى الهامر نازله هتخبط يمشي وان بادي، يبقى دي مساله كوليجن، يبقى لازم اجيب سرعه الهامر لحظه الخبطه، يبقى ده ام 1 وهنجيب في 1، ام 2 اللي هو الباسوره السلندر في كانت زيرو لانها كانت اتريست، وبعدين ام 1 ام 2 في الفي داج اللي احنا هنجيبها، ودي تعتبر في نوت للمرحله الثانيه. يلا بينا، يلا هنيجي نقول هنا كده انا عندي اهو الفي نوت الجي ب 9.8، الفي نوت ب 0، الاس ب 0.9، هقول له في سكوير في نوت سكوير بلس 2 جي اس، عوض يا جميل، يبقى سرعة الهامر لحظة الخبطة كان 4.2. طب دي ودي هيمشوا وان بادي، يبقى نقول ام 1 في 1 ام 2 في 2 ايكوال ام 1 بلس ام 2 في الفي داش، ام 1 ب 210 في 1 4.2، دي كانت 0 كانت اتريست يبقى دي ب 0، ده بلس ده في الفي داش، يا سلام يبقى ده الفي داش، في داش ده اللي تعتبر في نوت هتنزل تنزل تنزل مسافة 18 سنتيمتر وهي نازلة يا ولاد. اي بادي نازل، اي بادي بيتحرك طالما نازل يبقى فيه ويت ام جي وفيه ريزيستنس، خلي بالك في ام جي وفيه ريزيستنس. طب موشن ماينس انتي موشن، يبقى الام جي اللي هو الويت ماينس الريزيستنس ايكوال ام اي، نجيب الار على طول. بس هتقول لي هو فين الاي اصلا، ما هي الار مش عندي ولا الاي عندي، عندك حق. طب ما اقول حاجه، مش احنا جبنا في نوت 2.52 والفي فاينل بزيرو، ادي اتنين، يبقى الفي نوت 2.52 والفي فاينل بزيرو والجي ب 9.8. شوف انا هقول كلام كده وعايزك بقى تصحصح لي، خد بالك اوعى تكون صايم ومدروخ، اسمع الحته دي عشان انا هقول حته كده ما اعرفش هتاخد بالك منها ولا لا. انا في الرمله اهو، الرمله اهي، انا عندي هنا الفي نوت كانت 2.52 هتدخل تدخل تدخل هنا عند الفي بزيرو، المسافة دي كلها 18 سنتيمتر، انا اقدر اجيب اقول له بقى كده في الجزء ده هو هو طالب بيقول لك احسب لي الريزيستنس، الريزيستنس الار، فانا هقول بقى كده في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 جي اس. اول ما اقول كده اقول لي دي غلط، جي غلط، ليه غلط؟ لازم تبقى ايه، لان في ريزيستنس، القانون ده هو كتبناه لما كنا نازلين من فوق قلنا في سكوير صح كانت جي لان ما فيش ريزيستنس، لكن طالما يوجد ريزيستنس هنا يبقى نقول ايه، في سكوير بزيرو، في نوت ب 2.5، الاس ب 0.18، كده هنحسب الاكسلريشن. خش على الكمبيوتر كده اهو اهو اهو، ادي الفي نوت ادي الفي ادي الاس، هنعوض في سكوير جبنا الاكسلريشن حتى طلعت بالنيجاتيف اهي، نقول له بقى انت ماشي ام جي ماينس ار ايكوال ام اي، ام عندنا ب 350 اللي هو ده بلس ده، جي ب 9.8 ده الويت، ماينس ار ايكوال ام اي، كده هنحسب الار. السؤال اللي بعده، شوفوا يا اولاد، وودن سفير، سفير خشبه، خشبه من السفير، الماس بتاعتها 230 جرام، قسمت على 1000 بقت 0.30، ماشيه فيرتيكال اب،
لما كانت على ارتفاع 50 متر from the surface of the ground ال velocity بتاعتها becomes 10 meters، يعني 10 لما كانت في الارتفاع ده. At this moment في هذه اللحظة bullet رصاصة، فين البوليت؟ اهي رصاصة، الماس بتاعتها 0.02 كيلو جرام، اطلقت بسرعة 75 متر بير سكند، خبطت هنا، دخلت جوه الخشبة، طلعت الخشبة فوق، نزلت تحت. عايز يجيب اولا الكومون فيلوسيتي هنا لما خبطوا بعض ومشوا مع وان بادي، وبعد كده طالب ايه تاني؟ فايند عايز يجيب الفيلوسيتي اللي توصل بها في الارض. طب سؤال، بصوا يا حبايبي، لما اقول لك في سفير طلع لفوق ورميت سفير تانية وراها، دي هتطلع ودي تطلع، تطلع تصلها بعد شوية، سرعة السفير اللي بتترمي من تحت دي على ما توصل هنا، هي لو اترمت بسرعة في نوت سرعتها بتقل، كلام منطقي هذا الكلام، ما يمشيش على البوليت الرصاصة، لان انا لما يبقى عندي مدفع وبطلق رصاصة منه، البوليت دي يا ولاد سرعتها بتبقى جامدة جدا، 50 متر ده حاجة بسيطة، يعني لو ضربت رصاصة طلعت من المسدس بسرعة مثلا 20 هتوصل بعد 100 متر 20 برضو، ما هتقل حاجة بسيطة، هي بتقل بعد 1000 متر بعد 2000 متر بعد مسافات كبيرة. اذا البوليت السرعة بتاعتها بتقل في مسافات ضخمة، وكمان لو بادي بيتحرك مش هيلحق يتحرك، يعني انت لو بتجري وضربتك بالمسدس هتلحق تجري؟ مش هتلحق، هيحصلك على طول، يا دوبك لسه بتنقل رجلك لا رصاصه جات لك. اذا انا عايز اقول دي لما كانت سرعه 50 الرصاصه اطلقت، يبقى حصلتها في سرعه 50، كانت على نفس الارتفاع، يبقى انا على طول عندي ام 1 وعندي في 1، ام 1 كانت الخشبه نفسها والفي كانت بتن، عندي ام 2 اللي هو البوليت وعندي الفي بتاعتها، والاثنين خبطوا بعض عملوا 1 بادي، يبقى انا اقول له ام 1 في 1 ام 2 في 2 ايكوال ام 1 بلس ام 2 عشان 1 بادي تايم في داش. يلا كده اهو نقول يا جميل، يلا يا حبيبي، ام 1 في 1 ام 2 في 2 ايكوال ام 1 في 1 داش، طلعت الفي داش 15.2، هتخبط تطلع 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 تنزل تنزل تنزل، طالما هناخدهم مرحله واحده، في نوت لفوق الاس والجي لتحت، يبقى نقوله في نوت خدها بالنيجاتيف والاس والجي بالبوزيتيف، اكتب اس ايكوال في نوت تي، هتطلع هتوصل للارض بعد 5 سكند، يعني من هنا لغايه ما وصلت هنا خدت 5.1 سكند. ادي مساله. شوفوا بقى دي، بادي الماس بتاعته هاف كيلو جرام، بروجيكتد فيرتيكالي اب بسرعه 20 متر بير سكند، بعد 1 سكند انذر بادي سيم ماس بروجيكتد بفيلوسيتي في 25، يعني الاولى سرعه كانت بطيئه 20 دي ترامت بسرعه عاليه 25. اف ذا تو سفيرز كولايد على ارتفاع اس meters from the point of projection calculate s and the velocity of each of the two bodies before impact and if the second body اللي اترمى في الاخر ده rebounded بعد الامباكت بفيلوسيتي equal half velocity of the first body before impact calculate velocity بتاعت الاولى قبل الخبطة. معرفش فهمتوا الكلام ولا، تعالوا نقوله تاني. انا عندي سفيرة هي يا ولاد، السفير ده هي اترمت بدأت تطلع تطلع تطلع، بعد 1 مينت يعني بعد 60 سكندز انذر سفير اترمت، دي مش هتفضل هنا هتفضل تطلع ودي تطلع وراها، حصلوا بعض في نقطة هنا، يبقى دي طلعة ودي حصلتها، دي خبطت دي فدي ريباوندد ريباوندد.
طب انا عايز اجيب بقى الاتنين حصلوا بعض هنا، هنا كان الارتفاع ده هو اس. طب اقول حاجة، دي لما كانت هنا دي بدأت تترمي، دي خدت تايم من هنا تي، طب ده هي يبقى خدت التايم ده كله كام؟ تي بلس 1 سكند. هو قال لك بعد 1 سكند، اظن مش 1 مينت، قال لك 1 سكند. يبقى اذا يبقى الاولى الفيرست التايم بتاعها تي بلس 1 لان سابقه ب 1، اما الثانيه التايم بتاعها تي، دي خدت زمن واحد تي اللي هو نفس الزمن ده، يبقى دي خدت من الارض لغايه هنا تي بلس 1. يبقى نقول مرة تانية، السفير الأولى طلعت من هنا كده بعد دي خدت 1 سكندز، وهي هنا بدأت تطلع دي، وهي هنا التانية اترمت كده، دي وحصلوا بعض هنا، يبقى دي كانت هنا ودي كانت هنا، يبقى التايم ده هو تي، التايم ده هو تي ودي 1. يبقى الأولى خدت تي بلس 1 من الأرض لغاية ما وصلت المسافة اس، أما دي خدت تي بس. يلا بينا على الكمبيوتر نقول اللي احنا قلناه ده. يلا يا حبايبي على الكمبيوتر بقى، بص هنا اهو على الكمبيوتر. يلا هنقول البادي ده اهو، يلا على الكمبيوتر. ايوه تعالوا بقى نقول، انا حاول اهو البادي ده بروجكتد، ده اترمى بعديه حصله وبعد كده ريباوند. تعالوا نحكي بقى بالراحه، انا عندي الفيرست بادي البيانات بتاعته الجيب نيجاتيف 9.8 عشان طالع، الفي نوت ب 20، التايم تي بلس 1 لانه سابقه ب 1 سكند، اس ايكوال في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير اس باس، وفي نوت ب 20 والتايم تي بلس 1. السكند بادي الجيب نيجاتيف 9.8 التي بي تي والفيلوسيتي اسرع، اكتب الاس، اس دي هي الاس دي، يبقى ده كله قد ده كله، سويهم ببعض هتطلع، اشطب بقى الحاجات اللي مع بعضها، طلعت تايم ب 1، يبقى دي، يبقى الاولى خدت 2 سكندز والثانيه خدت 1 سكند. الاس بقى عشان نحسبها عوض هنا عن التي ب 1 او عوض هنا عن التي ب 1، طلعت الارتفاع اللي خبطوا بعض فيه كان 20.4. بيفور كوليجن يا اولاد هناخد الفيرست بادي، عندنا الفي نوت، عندنا الجي، عندنا التايم ب 2 سكندز، كده هنعوض، يبقى دي سرعه الاولانيه قبل الخبطه. الثانيه عندنا الفي نوت، عندنا الجي، عندنا التي ب 1 المره دي سرعه الثانيه، بص الاولى كانت 0.4 الثانيه 15. صفحه جديده بقى، انا هقول له بقى اهو دي كانت 15 ودي 0.4، دي خبطت دي ريباوندد نص السرعه دي، دي كانت 0.4 بقت نيجاتيف 0.2. يبقى انا اقول له ام 1 في 1 ام 2 في 2 ام 1 في 1، ده اللي معرفهاش، ام 2 في 2 ده اللي عندي، عوض يا جميل. يبقى انت جبت الفيلوسيتي الثانيه طلعت بوزيتيف، يبقى دي تسرع لفوق بسرعه 0.2 في 1 داش طلعت، لا المفروض تطلع اكتر من كده يعني، لان هي اصلا كانت 0.4، فدي لما تخبطها تسرعها اكتر، يعني الرقم ده انا حسبته غلط. طيب تعالى بقى، لازم يبني الارقام يعني، بصوا يا اولاد بصوا، انا عايز اقول لك حاجه، لازم مخك وانت بتحل، مخك شغال في الارقام مش بتحل وزي ما تطلع وانت مغمض. يعني انا بالعقل كوره ماشيه، كوره خبطتها، لازم لما دي تخبط دي يبقى دي تسرع، دي ممكن تبطئ وممكن تقف وممكن ترجع، لكن اللي قدام طالما هي كانت ماشيه وانت خبطتها باي امبلس لازم تسرع، ده بالعقل يعني، لو سرعتها 5 لازم تزيد عن 5 دي، فوانت بتحل كده لازم تبقى مصحصح كده. طيب عايز الامبلس، امبلس براحتك، ام في، طالما ما طلبش امبلس على مين خلاص، لكن لو قال لك امبلس اون ذا فيرست تجيب تشينج ان مومنتم للفيرست، لو قال لك امبلس اون ذا سكند تشينج ان مومنتم في السكند، ده مهم انك تاخد بالك من ده. فانا هنا هقول له ام في داش ماينس ام في نجيب التشينج ان مومنتم، ده اللي احنا عملناه يا حبايبي. افكار جميله. تعالوا بقى نختم بقى الكلام بتاعنا بحاجات ظريفه. هنا بيقول لك تانك
في عارفين يا اولاد، انا رسمت لكم عشان تتخيلوا المنظر. لو انت في الحرب، لو انت بصيت على الحرب، مش في الحرب ولا حاجه، لو انت بصيت كده في الحرب كده لما بيضربوا مسدس بيطلق طلقات كده، تلاقي الماسوره دي ريباوندد بترجع لورا. الماسوره دي بترجع لورا ليه؟ عشان في حاجه بتضغط لقدام، يبقى هي بتندفع لورا نتيجه الضغط لقدام بتندفع. فهنا بيقول لك تانك في بوليتس فايرد 10 بوليتس بير سكند، يعني 10 طلقات في الثانيه الواحده. الماس بتاعت الواحده ب 19.6 جرام، يبقى لو ضربتها في 10 يجيب لك التوتال ماس. اتس فيلوسيتي، السرعه اللي طالعه بيها من الماسوره 250 مترز بير سكند. عايزين نجيب الافريج ريزيستنس اللي هي الفورس اللي بترجع بيها دي. اقول مره تانية، بصوا يا اولاد، سيادتك لو بتتعلم رمايه، الناس اللي بتعلموا رمايه فاهمين ده عني، لو انت ماسك مسدس وبتضرب كده، حتى لما تروح الجيش لما يمسك مسدس ويضرب كده تلاقي حد يخبطه على دماغه، لان لو الرصاصه طلعت نتيجه خروج الرصاصه المسدس بيرجع لورا يخبط في صدرك، يصار لك صدرك، فيقولوا له امتى امسك المسدس واضغطه على صدرك قوي، تقوم الرصاصه لما تطلع، لما المسدس يرتد يقوم يخبط صدرك لورا، بس تلاقي نفسك رجعت لورا، لكن يبقى انت ما تسيبوش كده يرتد. فبيقول لك نتيجه خروج الرصاصه بيحصل ارتداد، هو عايز يحسب الارتداد ده اللي هو الامبالسيف فورس. تقوم انت تقول له طب استنى، ده امبلس، انا عندي رصاصه بتخرج، طالما في ماسوره الرصاصه طالعه من هنا بسرعه، طب الرصاصه هنا كانت سرعتها كام؟ زيرو. يبقى انا عندي هنا الرصاصه لها سرعه وكانت هنا بزيرو. تمام يا ولاد؟ تعالى بقى نحكي كده اهو. قال لك ان دي انا هبتدي اقول له الماس كانت 19.6 جرام، اضربها عشان دول 10 يبقى 196 جرام، حولها الكيلو جرام بعد كده اقسم على 1000. طيب انا هقول الامبلس اف اف تي ام في داش ماينس ام في. اف ده اللي احنا عايزين نحسبها، التي ب 1 سكند، عشان ال 10 دول بيخرجوا في سكند واحده، فعايزين نشوف الارتداد كام قيمته. ام اللي هي اهي، في داش اللي هي بكام؟ اللي احنا قلناها اللي هي 250. الفي هنا كانت بزيرو لان الرصاصه هنا 250، الرصاصه هنا بزيرو. احسب، يبقى حسبت الامبلسيف فورس قيمتها 49 نيوتن. في الباسكت بقى، بص للراجل اللي بيلعب باسكت ده، فورس اوف ماجنيتيود 10، الراجل ده دراعه كده قوه دراعه 10، بيضرب بادي الماس بتاعها اللي هو الكوره دي، الماس بتاعها 2 كيلو جرام لمده هاف سكندز. يعني ايه؟ بصوا يا حبايبي كده، انا لما يبقى باع اللي بيلعب باسكت عارف الكلام ده، او اللي بيلعب سكواش، لما بيبقى الكوره بتاعت السكواش جايه بتخبط هنا، لما تيجي الكوره بتخبط، هل الراجل ماسك المضرب وسايبه كده ولا بيزقها؟ طب وهو بزقها في فرق بين حاجتين، يعملها كده يبقى الكوره مش هتلحق تلمس، او وهو بزقها ايده تمشي شويه، تمشي معاها شويه، يبقى انا الراجل الكوره خبطت، لو هو ايده ساكته لما ترجع بسرعه اقل، لكن الراجل بيعمل ايه؟ الكره بتخبط، يقوم هو ايده تكمل معاها تمشي معاها شويه، تاخد لك مثلا 0.5 سكندز 0.7 سكندز، كل ما تطول الوقت كل على قد دراعك ما يتحرك الرينج بتاع دراعك ده يدي اندفاع اكتر. فهو بيقول ايه بقى؟ اقرا معايا، فورس قيمتها 10 أثرت على بادي اللي هي الكورة دي، السفير ده، البول دي، الماس بتاعتها ب 2 كيلو جرام لمدة هاف سكندز، كالكيوليتد تشينج ان مومنتم. رجع تاني، اف ذا بادي موفز وذ فيلوسيتي 5، لو كان البادي ده كان ماشي بسرعة 5 ات ذا بيجيننج اوف اكتنج ذا فورس، فايند اتس فيلوسيتي ات ذا اند اوف انترفال. يعني البادي كان ماشي ب5 والراجل جه بتاع السكواش ده مشي معاه هاف سكندز، اكيد السرعه هتزيد عن 5، يبقى انا هبتدي اقول له الامبلس
ده هحلها بطريقتين اهو، اف في تي ام في داش ماينس ام في، الفور ستين التايم بهاف سكند، ام ب2 في داش اللي عايزين نحسبها ماينس ام في، طلعت الفي داش 7.5. طيب ما انا ممكن كنت اقول اف، بص الحل التاني اف ايكوال ام ايه، اف ب10 ام ب2 ايه، يبقى الراجل الفرس لما كانت ايده ماشيه 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 مع السفير لمده 2 لمده هاف سكند هيمشي باكسلريشن قيمتها 5. طب نقول له بقى في ايكوال في نوت بلس اي تي، عوض هتطلع الفي ب7.5 على طول. طيب وممكن كنت حسبت من هنا الايه، انا قلت اف ايكوال ام، حسبت الايه، وكان ممكن بالقانون ده نحسب الايه، نعوض نجيب الايه، في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 اي اس، هتحسب الاس. ادي مساله. تعالوا سؤال تاني. بصوا للي انا راسم لكم الرسومات ده اهي، بالونه انا نفختها ومسكها بايدي كده، لو سبت ايدي هنا البالونه هتنطلق لقدام، هو جواها مطور؟ لا. امال مين اللي حركها؟ اندفاع الهواء. الهواء ده لما بيخرج نتيجه خروجه بتندفع السفير لقدام، زي بالظبط كده الرصاصه اللي بتطلق من المسدس تطلع الرصاصه يحصل ارتداد، فبرضه الهواء يطلع يعمل ارتداد يقوم الرصاصه تطلع لقدام. فانت عندك ده اللي هو الصاروخ او المركبة الفضاء لما بتطلع بقى فيها جزء متل وجزء كبير جدا مضغوط في الهواء، هي الهواء بيخرج اهو زي ما انت شايف بيخرج يقوم يطلع لتندفع لقدام. فهنا بيقول لك اهو اف ذا ماس اوف اللي هو الخروج بتاع الروكت، الروكت بتخرج الهواء 2 طنز كل 5 سكندز، يعني 2 طن يعني 2000 كيلوغرام في كل 5 سكندز، وبيطلع بسرعه 1200 طبعا كيلومتر بير اور، دي ممنوعات هنضربها ب 5 على 2، عايز يجيب البريشر اللي القوه اللي بتضغط له، تقوم انت تقول له الماس ب 2 طنز يعني 2000 كيلوغرام، الفي هنقول كده الفي 1200 اضربها ب 5 على 18. انا هقول الامبلس اف في تي ام في داش، نجيب الامبلس فورس ام في داش ماينس ام في، اف اللي احنا عايزينها التايم 5 سكند، في داش اللي طالعه بيها اللي هي ده اهي، في كانت السرعه جوه ساكنه زيرو او السرعه هنا بزيرو، احسب جبت الامبلس فورس. ادي مساله ثانيه. مساله ثالثه، 3 سفيرز، ثلاثة سفيرز محطوطين على تيبل اهم، ثلاثة سفيرز واحدة ب 200 300 200 100، التلاتة نفس الفيلوسيتي 20 سنتيمتر بير سكند 20 سنتيمتر 20 سنتيمتر، عمرهم ما هيحصلوا بعض، فالراجل عمل ايه؟ جه باني حيطة هنا، فالسفير ده تخبط ريباوندد اهو ريباوندد، هترجع بسرعه 10 بدل ما كانت ماشيه بتون رجعت بسرعه 10، هتخبط دي تقوم دي ريباوندد، فهتبتدي تقول ام 1 في 1 ام 2 في 2 ايكوال ام 1 بلس ام 2 في داش، يبقى في 1 داش ده اهي في 1 داش ب 30. طيب الامبلس اللي حصل هنا هنحسبه، هتطلع الاجابه اللي هو 400. قال لك دي هتبقى اتريست، يعني دي خبطت دي ريباوندد ودي اتريست، اتريست يبقى ام 1 في 1 ام 2 في 2 مره ثانيه. مساله جميله. يلا سموس سفير الماس بتاعها هاف فولز داون مريم ريست بعد 2 سكندز خبطت بسيرفيس اوف ليكويد بنتريتد انسايد ات بفيلوسيتي 1، قال لك يونيفورم فيلوسيتي، وقال لك كفر دي ديستانس 5.4 مترز في 1.5 سكند، فايند ذا ريزيستنس الريزلتنج امبلس ديو تو امباكت، وبعد كده قال لك اند اف ذا كونتاكت تايم 1 اوفر 20 فايند ذا ماجنيتيود اوف ذا امبلس فورس. حد فاكر يا اولاد المساله دي؟ اديتها لكم زمان، الراجل اللي بينط في الميه دي لو نزل عرض كده بيبقى فيه سيرفيس تنشن،
انا عندي الراجل نازل من فوق في نوت بزيرو، هنا الجي ب 9.8. انا شرحت المساله دي قبل كده، قلت لك الراجل اللي بينط اللي بيعوم ده ما ينزلش كده، لان ليه؟ عشان في سيرفس تنشن هنا، كنت شرحتها بالتفصيل قبل كده. انا كده حسبت سرعه الخبطه. طب هو لما بيخبط هتنزل بيونيفورم فيلوستي، هل دي تعتبر في نوت؟ لا، طالما حصل خبطه يبقى انا هقول له بقى انت عندك مشيت مسافة 5.4 في 1.5 ودي يونيفورم فيلوسيتي، يبقى هنقول اس ايكوال تي في، يبقى ادي الفي اهي، يبقى هنقول الامبلس ام في داش ماينس ام في. طلعت الاجابة، طلعنا الاجابة اهي، ده الامبلس فورس اف اللي هو الاي ايكوال اف تايم تي، احسبها. جبنا الامبلس فورس، يعني الراجل ده لو بيخبط هيحصل له كرباج، قيمه الكرباج بالظبط هيبقى قوته ده. طيب واحده تانية قال لك بول فولز فروم ذا توب اوف ذا تاور، ارتفاع التاور 171 مترز فروم ذا سيرفيس اوف ذا جراوند، ات ذا سيم تايم انذر بول بروجكتد فيرتيكالي اب. طب ما الفكرة دي يا ولاد خدناها من شوية، الاتنين خبطوا بعض نفس الفكرة دي. خلي بالكوا بقى، بصولي انا اديتكوا افكار كتير، المسائل اللي جاية كلها انا خلاص اديت افكار كل حاجة، اديت فيرتيكال موشن، اديت هوريزونتال موشن، اديت انكلايند موشن، عشان احنا ربنا يسهل في الوقت اللي باقي عايزين ندخل في عنوان جديد، بس بعد ما نراجع كام حاجة كده في عنوان جديد هيظهر لك دلوقتي غير اللي موجود على السكرين قدامك اللي هو الكوليجن والامبلس، هتلاقي عنوان جديد بس بعد. احنا خلصنا؟ يا خبر ابيض. طيب خلاص، يبقى احنا نكمل كده يا ولاد شوية، ولا عنوان جديد ولا حاجة، بس نكمل بقى بسرعة في الدقايق اللي باقية لنا، عشان طبعا الوقت انا اتصورت ان لسه قدامنا نص ساعة. طيب خلاص تعالوا يا ولاد، معلش ادوني بس كام دقيقة كده نقول نستعرض بعض الاسئلة المحلولة. دي مسألة اهي، اهي بص معايا على الكمبيوتر، دي محلولة اهي يا ولاد، دي مسألة احنا خدنا زيها بالظبط، انا بجيب لك افكار بقى زيادة عشان يبقى تكرار اهو. دي خلاص خدناها وجبت لك حلها اهو. مسألة تانية كمان، ودي للشطار، عربية الماس بتاعها 1 طن بوشت في دايركشن اوف موشن بفورس 200 كيلو جرام ويت لمدة 5 سكندز، وبعد كده الفورس اتشالت فبدأ رجع اترست تاني بعد 15 سكندز. المطلوب عايز ماجنتيود اوف ذا ريزيستنس، دي مسألة للشطار. فورس زقت بادي وبقى اهو زقت بادي فروم اي تو بي، وبعد كده الفورس كان مديها لنا ومديك الماس لمدة 5 سكندز، الفرصة اتشالت بدأت تبطأ 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 توقفت بعد شوية، يبقى أنا هقول له لما أجي في المنطقة دي إحنا هنقول لما أجي أكتب الإمبلس إف تايم تي إم في داش ماينس إم في، إف اللي هي فورس وريزيستنس، فورس ماينس ريزيستنس، والتايم 5 سكندز إيكوال إم في داش إم في بزيرو، لأن كانت في البداية كانت أترست. طب نيجي فروم بي تو سي بقى في المنطقه دي، انا عندي التايم 15 سكندز وفي نوت هي الفي بتاعت الاولى، يبقى انا هقول له الامبلس اف 50 ام في داش ماينس ام في، هنا الفورس اللي هنا اللي هي النيجاتيف ريزيستنس، التايم 15 في داش في الاخيره بزيرو وفي 1 هي اللي كانت هنا اللي كانت موجوده في الاول، احسب فروم 1 و 2 هتطلع الار. ده حل. طب ما تيجوا كده نقول حل تاني لنفس المساله، هنقول في الجزء الاولاني اف ماينس ار ايكوال ام اي، تحسب الاي وتجيب الفي هتبقى في نوت بلس اي تي، هيطلع ان ترمز اوف ار. لما نيجي في الجزء الثاني في ده تعتبر في نوت للمرحله الثانيه، هنقول في ايكوال في نوت بلس اي تي ونجيب الاي ان ترمز اوف ار. بعد كده اقول نيجاتيف ار، دي انذر سوليوشن للمساله اللي فاتت، نيجاتيف ار ايكوال ام اي هنطلع الار كده، يبقى انا جبت الريزيستنس. جميل. كده كده يا اولاد احنا خلصنا تشابتر 3 كاملا. تشابتر 3 بيتكلم على الامبلس على الكوليجن. نعمل كده نقول لك بسرعه كده، الامبلس ثلاث قوانين، يلا قول معايا لغايه ما اقول لك الوقت خلاص انتهى. الامبلس ثلاث قوانين، ايه هما؟ اف تايم تي ادي قانون، القانون الثاني
ام في داش ماينس ام في تشينج المومنتم. الرول الثالث قول انتجريشن اف دي تي، امتى بس ارجع الانتجريشن؟ لو كان الفورس فاريبل. ادي حاجه انا بعمل لك سمري للكلام اللي احنا قلناه. الكوليجن، الكوليجن بنقول ايه؟ ام 1 في 1 ام 2 في 2 ايكوال ام 1 في 1 داش ام 2 في 2 داش، حاجتين خبطوا بعض كل واحده مشت بسرعه مختلفه، يبقى السم اوف مومنتم بيفور ايكوال سم اوف مومنتم افتر. طب لو الاثنين خبطوا بعض ولزقوا في بعض ومش وان بادي، ام 1 في 1 ام 2 في 2 ايكوال ام 1 في 1 داش ام 1 بلس ام 2 في الفي داش. طب بقى لو انا قلت لكم مسائل الكوليجن ده لها ثلاث انواع، يا اما التو سفيرز ماشيين هوريزونتال، يا اما التو سفيرز ماشيين فيرتيكال، يا اما التو سفيرز على انكلايند بلين، واحنا خدنا الحاله دي وخدنا الحاله دي وخدنا الحاله دي. كده يبقى تشابتر 3 كاملا خلص، يبقى احنا واقفين على تشابتر 4. بكره باذن الله عندنا هناخد بقى كالكولس، هنسيب تشابتر 4 نخلص الكالكولس، عندنا كالكولس تشابتر 4 في الكالكولس نخلصه، والحلقه اللي بعدها نبقى نخلص تشابتر 4 داينامكس باذن الله. هذا ما تم اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.